إذا أبدأ معك دكتور أحمد، يعني الآن هذا التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وهذه الممارسات الوحشية التي يعني تشبه كثيرا ما يحدث في غزة من قبل جيش الاحتلال تجاه أبناء الضفة في هذه المرة، هل بالفعل تشي بمحاولة جديدة لتكرار سيناريو غزة ولكن في الضفة الغربية؟ استعدادا لتوسع دولة إسرائيل مستقبلا، وخاصة بعدما ذكره المرشح الجمهوري دونالد ترامب في إحدى كلماته عندما قال بأن إسرائيل ليس لها الحجم الكافي، إسرائيل صغيرة جدا، نريد أن تكون أكبر من ذلك وأن تتوسع. يعني بعد تحية لحضرتك وللضيوف الكبار وللمشاهدين، يعني بداية هذا التصريح هزلي، لأن إسرائيل لا تستطيع حماية حدودها الحالية. الأراضي الإسرائيلية تقلصت من الشمال والجنوب، نزح عنها بعض السكان، فكيف تفكر في التوسع؟ كيف تفكر في التوسع الذي يهدد استقرار المنطقة؟ ما حدث في الضفة الغربية من استهداف للمخيمات، أوامر بالإخلاء في الطريق إلى المخيمات، يدل على المسكوت عنه في المواجهة أمام الفلسطينيين في غزة. مسكوت عنه والهدف الذي لم يعلن عنه صراحة من بين أهداف الحرب نتنياهو هو ترحيل السكان، ترحيل جماعي للسكان، تقليل عدد السكان حسب المصطلحات الإسرائيلية. من المدهش في مجلس الأمن كما نقلتم منذ دقائق أن يتحدث المتحدث البريطاني عن الأسرى الإسرائيليين قبل معاناة الملايين من الفلسطينيين سواء في غزة أو في الضفة، قبل أن يتحدث عن الاحتلال الذي هو أصل المشكلة، عن قطعان المستوطنين، ويغض الطرف عن 7 أكتوبر الأوكرانية. إذا كنت ضد 7 أكتوبر الفلسطينية فلماذا تدعم 7 أكتوبر الأوكرانية، وأعني بها الدخول لحدود وأراضي الدولة الروسية؟